أصبح الطالب بسام يمارس مهاما قيادية في مدرسة قتبان الأساسية بالمعلا، فهو أحد المنتخبين لأول مجلس طلابي منذ انتهاء الحرب في العاصمة المؤقتة. كانت تجربة جميلة بانتخابات مجلس طلابي، والله صح إنه ما تجربة جديدة، بس مع هدوء الطلاب وتشرفنا احنا الأستاذ المدير مدير التربية والتعليم. أجواء جديدة على هؤلاء الطلاب الذين تفتحت أعينهم على الحرب كانعكاس وحيد للسياسة، لكن الاقتراع تم هنا بشفافية حسب الأعضاء الفائزين في أحد الأنشطة اللاصفية المهمة. عملنا الانتخابات المرمية حرة شفافية فيها بمشاركة الكل، بمشاركة مأمور مدينة المعلة الأستاذ كريم منير والأستاذ عبد الرحيم القاوي مدير التربية والتعليم مدينة المعلة، وأعضاء من المجلس المحلي ومديرة المدارس وأعضاء من مجلس الآباء والأمهات والمدرسة. تجارب جديدة بالاهتمام يحظى بها الطلاب في مدارس المعلة الحكومية، ويؤمل أن تحاكيها بقية المدارس في المحافظة لتتم انتخابات أوسع يعوض بها هؤلاء الطلاب برلمانا بديلا يبقي في أذهانهم حلم الديمقراطية المفقود. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.